ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. حديث شريف فيه قصة بليغة يرويها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هم ثلاثة دخلوا المسجد بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ الناس ويعلمهم، فأما الأول فوجد مكانا شاغرا فجلس فيه، وأما الثاني فجلس في الخلف، وأما الثالث فعاد أدراجه معرضا عن مجلسه صلى الله عليه وسلم. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأول والثاني واستقبح عمل الثالث فقال: أعرض فأعرض الله عنه، لأنه عاد بلا عذر فمنع بركة المجلس. الحديث يؤكد أن الجزاء من جنس العمل، فمن آوى إلى الله أي التجأ إليه آواه الله إليه أي غفر له ورحمه، ومن استحيا من الله أي خجل من المزاحمة استحيا الله منه أي رحمه ولم يعاقبه، ومن أعرض أعرض الله عنه، وإعراض الله عن العبد مصيبة جلل. قصة النفر الثلاثة فيها موعظة وحكمة حسنة ترشد الصحابة وسائر المسلمين إلى رضا الله، وتحثهم على حضور مجالس العلم وترك الإعراض والاستكبار. فما لهم عن التذكرة معرضين. ويؤكد الحديث أهمية التواضع في مجالس العلم والذكر، ويشجع على السباق إلى الصفوف الأولى فيها ابتغاء وجه الله. وعن معاوية رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة.